مين هالصدرة؟ عليه عش دكتور. يا صباح الخير والورد جايز. قبل ما نبلش فيديو اليوم لازم احكي لكم عن المزين حسن. المزين حسن هو من احسن المزينين اللي موجودين باوروبا، عنده اكاديميته الخاصة، عنده منتج خاص فيه، فوق هيك شغله بيجنن وكتير حلو، والاحلى من هيك انه كل اسبوع بيعمل مسابقات على قناته بربح المتابعين فيها. بعرفكم عن نفسي، بيسموني المزين حسن. يا اللي بدي اياه منكم بليز تنزلوا لتحت تشتركوا بقناته وتكتبوا له بكومنت انكم من عند شيرو، انه نحن الشيرويين. اوكي ام السوس تعي، يلا حان الوقت الان، عدنا اليكم من جديد. يلا ام السوس رح شوف اذا سدره بتحضر فيديوهاتي ولا لا. عبرنا يا مدمرنا، يلا بينا. يلا يا زلمه دائما هيك بصير معي، بس استنى حدا من البنات او اروح شوبينج مع بنات ضل 5 ساعات 6 ساعات. 2000 years later. نورت ولك نورت. بدي تقولي المقدمه تبعيتي، بتعرفي تقوليها؟ ها اوكي يلا. مرحبا اصدقائي. لا انت معناتها ما بتحضري فيديوهات اخوكي وما بتحطي لي لايكات. انت بتحطوا لي لايكات؟ لا غلط. بحلك المقدمه وانت كمان اسمعي واحفظيها. اعزائي انساتي سيداتي سادتي، مرحبا واهلا وسهلا فيكم على قناتي. انا شيرو ما في غيره. بتعرفي شو فيديو اليوم صح؟ ايه. شو هو؟ فيديو رح نقرا مسجات الانستغرام تبعاتك. لك ليش الفوكس؟ لا فوكس عليكي. معلش يلا منيح. يلا خلينا نبلش. مالك خايفه؟ الله اكبر الثقه. يلا ام السوس سدره جاهزه؟ يا عم تحسبي رسائل ما؟ نعم. عم شو؟ عم اعمل مساحه مشان تعمل سكرين مشان اسجل الشاشه يعني. سلامتك؟ يلا دي ان شاء الله. هلا بنشوف على كل حال. معلش الموبايل اختي؟ بتعرف شو تذكرت؟ تذكرت من كذا شهر لما انا ونارين قعدنا هالقعدة قريت رسالة الانستغرام. موسيقى حزينة لو سمعت عمور. مسوس؟ بلشنا تسجيل شاشة. هسا بلش الفضايح، الشاشة رح تطلع لكم هون ونبلش. بشو نبلش؟ أكثر ناس عندهم فولو؟ رودي بونديني. مين هذا؟ عنده مليونين وشوي كاتب لك وما عمل لك فولو. واو شو هذا قولي. كاتب لي شو؟ عمل له بلوك. هذا الدب زين امام. ما نشوف ان هذا زين امام. ليش بعد؟ مين هدول اللي بتكتبوا لي؟ يا الله مين زين هذا؟ شو بساوي؟ شو شغلتك بالحياة؟ ما دخلنا فيه، خلينا نروح يلا. اوكي ام السوس شو في رسائل؟ سدره انا بحبك جدا، ممكن تردي علي؟ نرد. مرد علي. خلينا نرد. بوسينا وانا بحبك كثير حبيبتي. حلو. هاي بوسينا عراسي. يا بوسينا جوكر بحبك مو بسلم عليك، تعال ارفع حسابك ضيف. شو هذا؟ دائما بيجونا هدول رسائل. انا كمان جوكر وجوكر، بس حدا يكتب لي تحت بالكومنت مين جوكر يا جماعه. ام السوس موبايل سدره. ام السوس بالسويدي مو بالعربي. يا ناين قال بدي مقاس. بدي مقاس ال لانه عم فكر اجي على السويد اجيب ثياب من عندك. فيني ام السوس شو صار بمحلك؟ هي نارين فتحت علينا باب غير الله ما بيسكره. الغبيه عملت ستوري على المزح متصوره انه بلبسي يعني، وحكت انه الكوليكشن عند مسوس على اساس مسوس بدي اعمل كونتاج وهيك، والعالم بلش يبعثوا لي عن جد انه بدي ال وبدي ام وبتوصلوا لهون لهون لهون، بدي للبنان وللجزائر يعني كثير. ما بعرف اذا كنتوا عم تمزحوا معي ولا لا. تعي معك الشيطان. واو. اعلم بجواب كل سؤال يخطر ببالك، جرب حظك واسالني. استغفر الله العظيم. شو هذا؟ شو عم بيحكي؟ بسم الله. انت اختها لنارين الحلوه؟ لا هي اختي. لا نارين تكون اختها لام السوس الحلوه، في فرق. شو كمان في ام السوس؟ بدك شو المسجات؟ يعني ما في امل انك تعملي لايك؟ تعي نعمل لها لايك. تعي نعمل لها لايك. وهي احلى لايك. بيس. قولوا شيرو ما منيح، قولوا شيرو ما منيح. مرحبا قالونا فاتحين محل بس كل يوم انتم فاتحين، بدي اجي اشتري. والله يا نارين شو عملتي انت؟ اهلا انا بدي اطلب بلوزه بكم مقاس اس وطويله، كم مسوسه بتبيعيها البلوزه؟ لاني شفت اعلانك للملابس كثير حلو الموديل اللي عندك. عندي هالقطعه، هاي القطعه اهم شيء هي ليمتد اديشن، كثير غاليه. عن جد؟ عندي وحده بس. طيب هي زهره القصر بدها تشتري من عندك، بدها بنطلون عندك ولا لا؟ لي اي لون بدها اياه وعادي. بس بحب اقول لك اني كثير حلوه، ما بدي شيء من محلكم، هذا ما بده شيء من محلك. ما بدي شيء من محلك. حلوه. بس بدي اقول لك انك كثير حلوه. حلوه.
شو مواليدك على السريع؟ شو على السريع بسرعه بسرعه شو مواليدك؟ مواليد 2002. مواليد 2002 يا جماعه. بليز لايك، بدهم لايك هذول. تعال نشوف شو هو. بليز لايك كومنت. تعال هي لايك هي. يحيى بيس. بدي اوصي حبيت بضاعتك. والله نفقنا والله. يعني بتعرفوا اخر فتره كثير عم يجيني طلبات. نفقنا يعني. اجت اليوم الشاحنه حطيتك بضاعت. شو بقولوا لها؟ جابت بضاعه. جابت لي بضاعه بدي رتبها بالخزانه و... اه يعني. فكرونا عم نحكي عن جد هدول يعني. لك ما في يا جماعه هي هي مسحه نارين مسحت لانه دائما بتلبس من لبس ستره فمسحت انه سدرة عندها محل لبس بس ما عندها ولا شيء. هي لالا بعثت لك هاي سدرة اي لاف يور نيم اي لاف يو سو ماتش اكيد يو لاف هير تو. يا الحمد لله على سلامتك وان شاء الله كل يوم بيصير افضل حبيبتي. wow. الله يسلمك. شو تقولي لها؟ ثانك يو اي لاف يو شي لاف يو. يلا شو كمان اللي ما بيعرف سدرة وشيرين صار معهم كورونا وما حكوا هالشيء لانه كانوا مسافرين وامي هون ما بدهم يشغلوا بال امي عليهم والحمد لله هلا ما شاء الله مثل احسنه. فرجيني مثل قرود. صوره لانفي من الجوانب. شو هذا؟ مين هاي؟ لا لا ما ترد ما ترد انا يتي يوبي ما برد عليه انا. شو هيك كيف صرتي عمري؟ شو عمري؟ الله ياخذ عمره. مين هاد؟ رفيع عم يمزح معي والله. رفيع عم يمزح معي. مين هاد سدرة؟ علي على تيك توك. مين هاد سدرة؟ رفيقي. اوكي طفي الكاميرا بنتناقش بنتناقش بعد الفيديو هيك رايك؟ مسوس مين هذا حبيبتي؟ مين هذا؟ سدرة؟ لا تخافي احكي لي مين هذا؟ رفيق ليش عم بكتب لك عمري وليش مسميتيه علي وقلب حب؟ ابني هو اللي بعرف تقاتلنا امبارح وكسرت الثقة بيننا ما شاء الله. تقاتلنا رفيق. مو قلت لك شو بصير معكم تجي تحكي مو قلت لك شو بصير معك؟ رفيقي هنيتي فارسك موت مي عم بيتي لك موت مي. سدرة رفيقي بقول لك عمري؟ انت عن جد عم تحكي مين هذا سدرة؟ انت اخوي بقول لك حبيبي. مين هذا سدرة؟ رفيقي. لا مو رفيقك. علي علي. مين مين؟ ما بعرف احكي. اوكي بعد الفيديو بعد الفيديو خلص ما بدي اصور. ليه؟ ما بدي اصور. لك لا لو كمل هلا هني اكتب لي. بضل معك لاخر لحظه. سدرة عن جد عم تحكي؟ هو بحبني. رفيق طيب ليش ما حكيتي لي؟ سدرة مو قلت لك شو بصير معكم لازم تحكوا لي؟ هلا اذا شخص ما بحبه اكيد ما رح احكي لك. طيب ليش حكيتي له قلب حب وما بعرف شو؟ غلط. اذا حدا بحبني ما رح احكي لك انه هاد بحبني، اذا انا بحب حدا بقول لك بحب حدا بس انا ما بحبه. انا حالي ما حبه. لا لا ما تكتب ما ترد عليه. اوه علينا. استنى شوي. والله لو بحبه لو في شيء كنت قلت لك بس ما بحبه هو بيحبني. ثواني شوي ثواني شوي ثواني شوي ثواني شوي. قلبي في عيني. انت كتب قلبي كمان؟ قلبي ما في عرق. سدرة شو عمرك حبيبتي؟ ما في عرق. شو عمرك؟ 18. لا مالك 18. مالك 18. 18 حتي لساتك صغيرة في شغلات أهم تركزي فيها. شو هذا؟ صلح له. شو تصلي بتعرفيه؟ ها؟ شو تصلي بتعرفيه؟ يعني كان في شيء 3 سنين. زعلان يا حرام. فيديو فيديو دق فيديو لك دق فيديو لك. خليني هذا سدرة. لانه انا متاكده انه انت شايفه. دق فيديو مشان تعرفه. لا تعرفه. شايفه بعرفه كمان. ايه شايفه. قلت فيه كم مره سدرة قلت لك في شغلات هلا انت بالعمر الصغير لازم تركزي فيها اكثر. شو هلا ما تعمل الحبه بيا يلا انتهى يعني خيط فول وانا حولي ما حبيت. سدرة شو عمرك حبيبتي؟ لك انا ما بحبه. حبيبتي شو عمرك؟ ليش هيك مسميتيه طيب؟ هو اللي مسمي حاله. صغيره في شغلات اهم لازم تعمليها. هو اللي مسمي حاله انا ما بحبه. وعلي طب ما بتخافي يعني مثلا اشوف انا موبايلك سميك علي وقلب حب وما بعرف شو؟ الو الو مرحبا معك علي عبد العزيز المطاري. ايش كيف فيني اساعدك؟ تعال شفتك صغيره. تعيش والله العظيم جبت المقلب. انا وشيرين جبنا المقلب. هالمقلب ما له بيض عن جد مقلب مو بيض والله العظيم. انت حمار ما بتعرفي تكتبي قلبي بالقلب قلبي قلبي يعني كاتبتها بالياء وفوقها والله العظيم لما اجوا رسال شعر ايدي وقف ما بعرف ليش انه عادي انه هي بكل بروده اعصاب عم تحكي ومو خايفه وعم تضحك انه كانه ما اخوها الكبير انه ايه انا عم يعني انه انا ما بحبه ومالي خايفه من شره انه هو بيحبني انا ما بحبه ايه مالها خايفه مني كانه مو اخوها الكبير قاعد جنبها وكثير بارده اعصابها وعادي وعم تقول لي عيفه ودق له فيديو وشو بك ايه تدق له فيديو والله العظيم شعر جسمي وقف. شفت الشات شو كتبت؟ سدرة كيف صرتي عمري؟ بعرف قتلنا امبارح وكسرت الثقة بيناتنا بس وعدك انه ضل معك لاخر لحظة.
دراما يعني بنات ما شاء الله يعني ما شاء الله البنات مره ولاد مره هاي صحيح انت ليش قاعده انت ليك عم تكتبي من وين الحكي والله طلعت عندي والله انا عم بسال هالاسئله ايش صرنا بنعرف بعض لانه اكيد ما راح تجاوبني او ما بدي اتكذب علي شو السؤال فكرت مين اثنيناتنا مستحيل يعني مستحيل انت مستحيل كمان انا وشريح حابين نعمل هالفيديو اكشن لانه شيرو عمل الفيديو هذا مع نارين عملته انا قبل فاهم بس بدي اعمل اكشن يعني ثاني مره لو سمحتوا لا تعيدوا على الاكشن ابدا يعني لانه شو عملت مع نارين عشان انا كمان ما اعمل اكشن معكم عرفتوا شلون؟ لا بمزح بس المهم شو بصير معكم حبيبتي يلا تعيشوا تاكلوا غيرها شفتوني مالي خايفه رسائلك الانستغرام ام سوس كثير حلو هي صار كثير حلو وانا حال بعد هالشيء يعني صار هذا شو بدي احرق تلبكت تلبكت انا عم شد ومط انه طفي الكاميرا بنحكي بعد صابك باردة وخلينا نكمل الفيديو لا مستغرب انه ما انا خايفة ابدا هذا مستغرب منه جنني ليش ساعات عم دور على القفل بس اوكي يا جماعة لهون كن وصلنا يعني نهاية الفيديو انا بعمل انترو لانه انا نهاية الفيديو اوكي يا جماعة هيك كان المقلة بتعيشوا تاكلوا الغيرة يا اخوي وبشوفكم مقلم جديد يا اخوي شيرو اشتركوا بقناته اشتركوا بقناتي ضيفونا على مواقع التواصل الاجتماعية هذا اسم الانستغرام هذا اسم صدر الانستغرام وقنواتنا قنواتنا واليوتيوب تحت وفعلوا الجرس اهم شيء وحطوا لايك زمور تعالوا بيب بيب هذا الزمور يلي كل ما ننزل فيديو بيجيكم اشعار عليه ونحن بنحبكم كثير باشرين جايكي